مشاهدينا الكرام، غادي نختموا حصة موازين ليميسيون اليوم مباشرة على ميديا تي في مع فنانة مغربية تتبغيوها بزاف، فنانة اللي عندها حفلة غدا يوم الجمعة بمنصة النهضة مع سعيدة شرف، هي الفنانة المغربية لطيفة رأفت. لطيفة رأفت اللي غنشوفوا شنو محضرة غدا الجمهور ديالها اللي غيجي بزاف، ونشوفوا الجديد ديالها، وعندنا لها أسئلة غنتعرفوا عليها من خلال هذا اللقاء، وحنا فرحانين واكيد انتم فرحانين في الدار ديالكم مشاهدينا الكرام والناس اللي تتبعوا معنا موازين ليميسيون اننا معنا لاله لطيفه رأفت. واخيرا لاباس عليك. اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الرباط، لانه طبعا انا من مدينه الرباط، طبعا الاصل ماشي رباط، الكل كيعرف ماشي مرباط ولكن من سكان الرباط. فاهلا بكل الفنانين اللي جاونا من خارج الوطن، واهلا بالجمهور الكريم اللي كيشوفنا عبر شاشه ميديا عبر الشاشات الاخرى. كي دايره لاله لطيفه؟ الحمد لله. غير انا عندي سؤال لك ضروري خصني نقوله، لانه كل شيء عارفني غندير معك لقاء، قالوا لي قولي المنتصر شنو سيدير سنانو، سنانك بيضين ولا؟ لاني بصراحه راني كنشوفو سنيناتو زعما عاديين عادي. هذا نقول لك على سناني تيبانو بيض، لان خاصني نصفق على فريق العمل وخصوصا الناس ديال الاناره تيخرجوا اليوم تيخرجونا هكذايا. انت سنانك غزلان؟ ايوا بحال اللي كيطرى لك سنه، يمكن ممكن مباشره غير. انت تبارك الله عليك، مني عقلنا عليك ما تبدلاتش لاله لطيفه رأفت، يعني شنو هو السر؟ قول اعوذ برب الفلق. تبارك الله وتبارك الله، ورأيتك واسترأيتك على اللي شافوكم وصلوا على النبي. صلى على سيدنا الحبيب. لا شوف انا ما بصراحه انا عندي هاد ما عنديش الهاجس ديال الشيخوخه كما تيقولوا، وما عنديش الهاجس ديال هاد، طبعا تنهتم بنفسي كمرأة، كجميع النساء كيهتموا بنفسهم كيهتموا. عندي اهتمام يعني ماشي واحد الهوس باش انا اللي دائما نشوف المرايا، لا، كل ما كاين هو انه كنستعمل كل ما هو طبيعي، تنعس مزيان، ومن غير هذا الشيء كله كنقولها دائما، هو اللي ما عطاكش الله باردون سبحانه وتعالى النور من عنده راه ما غاديش يمكن. فانا دائما تنقول اللهم زيدني نور على نور، وكنظل ما نستخسروش في المغاربه ان يكون عندنا الجمال. لا لا تبارك الله عليك، هكذا يعني نور على نور. خليك لي سيدي. لا لا لطيفه رأفت في موازين، شنو محضره الحفله الغداء ان شاء الله الجمهور ديالك؟ هو شوف هو الحدث كحدث موازين انه هو اللي عندي كتحضير كاسم موازين، لانه مهرجان ماشي كجامعة، مهرجان اتاكد، ولكن انا بالنسبه لي لانه كيف ما كيعرف الجميع اني يعني مطربه لايف، مطربه شهره، مطربه المباشر، مطربه الجمهور، فما كيكونش عندي شي تحضير كبير لان ما عنديش خوف من الجمهور، اللي كنتمنى سبحانه وتعالى ان يكون عندي جمهور في هذه الليله. انما ما عنديش يعني شي تحضير الا وانه اكيد كاين تمرينات، نتمنى انه يكون نطلع عليهم بطله جديده، ونتمنى انه يشوفوا لطيفه كما شافوها في الثمانينات وفي التسعينات وفي الالفيه يعني اللي حنا كنعيشوا فيها. فاللي غادي يكون جديد اكيد قطع من القطع اللي تغنت خلال من 2011، لانه من 2011 كان اخر موازين عندي في منصه سلا، والان غتكون في النهضه. فكاين جديد يمكن من خلال الاغاني الجداد اللي كلهم تسجلوا من 2011، كاين جديد اللي طبعا قطعه ساكتبها اللي عندي حدث بالنسبه لي في حياتي الفنيه. تكلمينا على هذه التجربه، هذه تجربه جديده، يعني شكون مول الفكره؟ هي اولا باش نكون واضحين، انا ما خدتش تجربه اللحن، فانا عمري ما غنكون ملحنه، وغنقولها ونعاودها للجميع انه هذا ما كانش لحن، كانت دندنه، وخلال التمرين مع الفرقه الموسيقيه ماشي عليها على الاغاني الاخرين، بقى واحد الاخ بالاورج كيعمل ديك الدندنه اللي كندندنها انا، فقال لي هذا راه لحن يعني لحن وممكن تغني، قلت لهم لا انا ماشي ملحنه. ففاجئوني في مهرجان تيميتار انا الاخوان عملوا الموسيقى، قال لي غيدخل، قلت لهم راه حتى الكلام باقي ما حفظهاش يعني مزيان، ومن تما مشينا يعني بدينا نغني، وماشي جديده بالنسبه لنا حنا انا والفرقه الموسيقيه، لانه طيله الصيف العام اللي فات عيد العرش ولا عيد شباب كلهم كانت القطعه يعني موجوده في الخشبه. الجديد ديالها هو انها تسجلات، هذا هو اللي كاين. انت نشوفوك ديما الاطلالات ديالك تبارك الله عليك تتحافظي على الزي المغربي، ما خممتيش شي نهار انك ديري كما تيديروا لي ستار في امريكا او اوروبا اللين ديالهم ديال الحوايج ونشوفوا لا لين لطيفه رأفت؟ شوف انا اللبسه المغربيه اولا كما كنقول دائما انا كنهوى اللبسه المغربي، انا عزيز عليا القفطان المغربي، وما بغيتوش ندخلو في يعني في واحد الخانه ديال التجاره او في واحد الخانه ديال تكون عند انا، الخانه ديالي هو بالنسبه لي هو انني انا كنهواه وكنلبسو
وتعرفت به والناس عرفوا لطيفة باللبسة المغربية تبقى وثانيا جميل جدا يعني ما عنديش البديل أساسا إما باش نعمل له واحد يعني كيف ما قلت واحد لين ديالي خاصة لا ما هو غالي جدا على أنني نكون أنا نعمل له alors حيدو القفطان ونديرو لو ستيل مودرن انت تنشوفوك لا سي فاشن كومون تو ابي انت كتعرفني منتصر يعني كتعرفني شخصيا انا ما غنلبش قفطان في النهار ما غنلبش قفطان وانا خارجه بالنسبه لي كيف ما قلت لك انا دائما انا بالعكس اللي كيعرفوا الناس اللي كيعرفوني دائما سبور يعني ثاني غادي نقول لك هذيك لطيفه رأفت لي تعرف الجمهور انا عندي بالنسبه لي شيء استغفر الله ما نقولوش مي نقولها مقدسه يعني انا هذيك لطيفه رأفت لي فوق الخشبه كتهبط من الخشبه كنهزها كنحطها في واحد الصندوق بلباسها بشخصيتها بكل شيء كتبقى الا للجمهور يعني كنحتفظ عليها بواحد الاحتفاظ خطير جدا فلهذا حياتي الخاصه وحياتي العاديه فاظن دائما حياتك دائماً الخاصه الناس يسالوا واش لطيفه رأفت مجوجه ولا ما مجوجاش خلي الظروف توريهم لطيفه واش مزوجه او مزوجاش لان طبعا شوف طبعا شوف غنقول حاجه وحده انه انا الحمد لله والشكر لله عملة احتياط كبير باش انني نكون دائما الله راضي عليا فلهذا انا مازال الحمد لله شابه لا مازال عندي شعور مازال عندي عواطف مازال عندي غرائز فلو كانت هناك علاقه الا حلال نعم والجمهور وما تتفكريش ديري شي وليد ولا بنيه كنتمناه وكندعي الله سبحانه وتعالى وكان هذا نداء للجمهور الكريم انه نتمنى تجي الى كتاب وشاركت موازين ادعو معك الناس موازين اخرى لقاو عندي شي ديال بنت ان شاء الله لاله لطيفه رأفت تشرفنا بانك كنتي معنا في اليوم من خلال هذا اللقاء المباشر الطله ديالك ديما غزاله شنو تبغي تقولي للعشاق لي فان ديالك الغدا باش يجيو هما جايين ولكن شنو تبغي تقولي لي فان اللي مساندينك طوال هاد السنين كلها اللي ديما مع لاله لطيفه رأفت طبعا انا كنشكرهم جزيل الشكر اللي بقاو معي مده 30 سنه يعني هو يعني ماشي سهل عليا اني نبقى شاداكم حتى لهذا الوقت اللي كنتمنى انني نكون في مستوى ديال حبكم ليا ونتمنى انه غدا ان شاء الله يكون جمهور كثيف باش نعيش الاغنيه المغربيه غدا ان شاء الله لان اكيد سهره مغربيه 100% وشكرا ميديا شكرا لك لاله لطيفه رأفت مشاهدينا الكرام تنشكركم لوفائكم موازين ليميسيون نبغي نذكركم بعد نشره الاخبار غنقلوا لكم الحفله مباشره من ابو رقراق مع الفنان الرابر يوسف تهلاو في راسكم ونتلاقاو غدا ان شاء الله